ما عشتش مع اسم من اسماء الله، ما عشتش كده مع اسم الله الهادي. كنت لسه بقرا كده حديث، كنت بحضر حاجه عن الاستهداء بالله، وان غياب هذا المفهوم، بالرغم ان اظن ذكرت ده في البصيره، في بصائر من غزه الدرس اللي فات، ان الدعاء الذي اصطفاه الله لنا ولا تصح الصلاه بدونه، اهدنا الصراط المستقيم. يعني كيف يغيب مفهوم الاستهداء عنه؟ فالمهم كنت بجمع ايات واحاديث في المعنى ده، فتذكرت حديث غلام الاخدود. الغلام بيروح للراهب وبيروح للساحر، طيب ما فيش مصدر ثالث، هو مش مقتنع دلوقتي بالساحر وبيميل الى الراهب، بس هو عايز حد يفصل له، يعني عايز حد ياخد، هو غلام عايز حد ياخد له قرار، اترك الساحر حتى لو هتموت وانتقل الى الراهب. طيب يسال مين؟ ما فيش طرف ثالث يروح له، يعني ما فيش شيخ يروح يقول له اسمع ده ولا ده. الناس اللي بتقول لك اصل انا مش لاقي حد اساله. الغلام عمل ايه يا جماعه؟ الغلام الموضوع كاول حاجه، الموضوع شغله، قضيه الهدايه شغلاه، قضيه الاصول الى الله شغلاه، ده رقم واحد. رقم اتنين، اول ما وجد دابه عظيمه سدت طريق الناس، قال اليوم اعلم، انا ان شاء الله النهارده اعرف، امر الراهب احب الى الله. شوف ربنا بيحب ايه مني. ان ممكن، وده ذكره شيخ الاسلام واظن انا قلته كتير في تفسير ومن احسن دينا ممن اسلم الى الله ومن اسلم وجهه الى الله وهو محسن. اتكلم شيخ الاسلام في قضيه ان احسن دينا بتاعت شخص تختلف عن شخص اخر، وان هو فلان يطلب منه من الطاعات غير ما يطلب من فلان. ليه؟ لان زي ما قلت تكاليفه بتختلف، والحاجات اللي تلبس بيها سواء بالاموال او بالعلاقات تختلف. فالشاهد ان يكون سؤالك ماذا يحب الله مني. الغلام بيقول اليوم اعلم، امر الراهب احب الى الله ام الساحر، واخذ حجرا وقال اللهم. ده المعنى اللي انا عايزك المعاني اللي انا عايزك تعيشها. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة حتى يمضي الناس. فرمى الحجر فقتل الله الدابة ومضى الناس. فخلاص اختار الراهب حتى لو بعد كده يعني حصل له أذى. انظر إلى هذا المعنى، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل الدابة فقتل الله الدابة ومضى الناس.